في مدينة روزهوك التي تبعد عن مدينة بوشنكي 124 كيلومتر التي كان يملكها أبو حنفوش، وقعت قصة لا بالبال ولا بالواقع. هيا بنا لنذهب إلى منزل أبو حنفوش مالك مدينة روزهوك. أبو حنفوش، يا أبو حنفوش، أبو حنفوش تعال، بدي خبرك على سر، على سر صلي مخبيته عنك هالسنين. بدي خبرك عليه قبل ما أموت. أبو حنفوش، بدي منك تسامحني، رحلك حنفوش، حنفوش يا أبو حنفوش، حنفوش منو ابنك. حنفوش مش ابني أنا؟ ولكن الصدمة لم تكن هنا يا أصدقائي. الصدمة هي أن لديه ثلاثة أطفال، الكبير حنفوش والصغير حنفوش والأوسط حنفوش، فأي حنفوش لم يكن ابنهم. وبعد مرور 10 سنوات مرض أبو حنفوش مرضا شديدا، وجمع أولاده الثلاثة الحنفيش وقال لهم: انظروا يا أولادي، حنفوش يرس، حنفوش يرس، حنفوش لا يرس. وهنا مات أبو حنفوش، ألف رحمة عليه. بابا مات يا بابا، مين مأمورك يا بابا؟ حنفوش يرس، مين الحنفوش اللي لا يرس يا بابا؟ وهنا تضاربت الأفكار بين الأخوة، ولم يعرفوا من هو الحنفوش الذي لا يرس. وفي يوم من الأيام كان الإخوة واقفين على سطح المنزل، فقال الأخ الأوسط: لك أخي، أمنا وأبونا ماتوا وقالوا حنفوش يرس، حنفوش يرس، حنفوش لا يرس. لك أخي، أنا سمعت لك عن عراف كتير شاطر، وفينا يعرف بيناتنا مين الحنفوش الذي يرس لا يرس. شو رأيك نروح لعنده؟ والله فكرة حلوة، امشوا خلينا نروح. يلا امشوا. وهنا ركبوا الإخوة الثلاثة سيارتهم الفاخرة وذهبوا إلى العراف الذي يقيم في بوشنكي. هون هن رايحين دعسوا المصور، مالكن فيها، هلا هن المهم الشباب رايحين على بوشنكي. وهنا وصل الإخوة إلى بيت العراف في بوشنكي وبلشوا يخبطوا على الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهم بيت العراف؟ ايه تفضلوا. يلا يلا فوتوا أخي، فوت. تفضلوا هون هون، تفضلوا. يا عراف، نحن عنا قصة وجايين نحكي لك القصة لتحللنا إياها. طولوا بالكم شوي، أنا العراف معروف هون بوشنكي. أنا أي شخص بيجي لعندي لازم يضل بمضافتي 3 أيام وبعدين بتحكوا لي القصة. 3 أيام؟ يلا مو مشكلة، 3 أيام 3 أيام. في اليوم الأول جاء العراف وقال لهم: يلا يا شباب، قوم دبحت لكم خروف، خروف مكتف، قوموا. خروف؟ والله جوعانين. يلا قوموا قوموا، تفضلوا. يلا يلا قوموا قوموا، خاتي قوموا. يا شباب ما في شيء من واجبكم، هاي الخروف مشطح، تفضلوا كلوا. والله ما في داعي تعذب حالك، يلا تفضلوا أخواتي تفضلوا. يا شباب أمانة لا تخجلوا، ها أنا عندي شوية شغل وراجع لكم. خروف طيب. لك أخي، شو الطيب بالخروف لك أخي؟ هذا لحم، لحم كلب، هذا مو لحم خروف، طعمته طعمة لحم كلب. شو عم تحكي يا أخي، هذا خروف وطعمته خروف. لك يا أخي، أنا عم باكل حسيت فيه لحم كلب، إيه كلب. في اليوم التالي كانوا جالسين في حديقة المنزل يتحدثون. أخي شايف هاي الدجاج اللي قدامنا عم تنط؟ اين اخي؟ دجاجي هاي ايش بقى اخي دجاجي؟ والله انا متاكد انه هذا امها ببغاء. ام الدجاجي ببغاء؟ لك اخي شلون صارت معك يعني امها ببغاء؟ ما بعرف، عندي احساس انه هاي ام الدجاجي ببغاء. ببغاء؟ ما بعرف شو ببغاء؟ شلون صارت معك اخي ببغاء؟
وفي اليوم الثالث والأخير كانوا على سطح منزل بيت العراف. لك يا زلمة شو هذا عراف هذا؟ ثلاث أيام بده يسمع قصتنا؟ مش قده بالحرام هذا؟ ايه يا شباب، هلا فيكن تحكولي قصتكن، يلا بسمعكن. يا عراف، أبونا قبل ما يموت قال حنفوش يرس حنفوش يرس حنفوش لا يرس، ونحن ثلاث ناسنا حنفوش، بدنا نعرف مين هو الحنفوش الذي لا يرس. طب سؤال، مين قال على لحم الخروف انه لحم كلب؟ انا يا عراف، انا حنفوش الوسطاني. نحن كان عنا خروف ولدان جديد، فماتت ام الخروف والقطيع كان بعيد، فاضطرينا نرضع الخروف الصغير من كلبه مشان ما يموت، فكلامك مزبوط انه فيه لحم كلب. وهلا مين قال الدجاجة اما ببغاء؟ انا حنفوش الصغير. كلامك صحيح يا اخي، نحن كان عنا بيضة دجاجة واخدنا هاي البيضة وحطيناها تحت ببغاء، ففقست البيضة وطلع عنا دجاجة عم بتحاول تطير. وهلا مين قال عني ابن حرام؟ انا حنفوش الكبير اللي قلت عنك بالحرام. اسمع يا حنفوش الكبير، ابي قبل ما يموت قال لي انت ابن حرام، وما بيعرف ابن الحرام غير ابن الحرام، فانت هو حنفوش الذي لا يرث يا ابن الحرام.